صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا غريب يا غريب يا حسين يا غريب يا سليم يا سليب العمامة والرداء يا حبيب الزهراء يا حبيب فاطمة يا حبيب فاطمة يا حسين يا حسين يا يا حسين يا حسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما لهفي لآل الله أسرى حواسرا سبايا على الأكوار سب يديا علمي حواشر بين الشامتين وجوهها تستر عن نظارها بالمعاصم وتهتف شجوا بالحمات كأنها تعلمنا منها هاتفات الحمائم وتذري دموعا كالعقيق سوافحا عليهم ونار الوجد منه الحيازم تشاهدنا زين العابدين مكبلا على ظهر مهزول المطايا والقوائم ومن بلدة تسبى إلى ما بلدة ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم زينب نادة الحادي وقالت لي حادينا مر بحومة الميدان نريد نودع هالي بالله عليك يا الحادي مر بينا على وليانا
وشب الهزل ساعة وبمسراه نتوالى نريد نروح للوليان نخبرهم بمسران ايو تنهض تلوح الخيل ويانا وتبارين حاد الهزيل حاد النوق مهزولة اي مولاتي تخاطب الحاد تقول له هاي نوقك مهزولة حاد النوق مهزولة واظن ما نرتقع عليها يا حاد شلون نركبها وتأمن تمشيها نريد نروح للوليان نخبرهم بممشان يوت نهض تلوح الخيل ويانا وتبارين مر على المسناية وقف يم صاحب الراية نشوف الضيغة مش راية يرضى بولية العدوان أبو فاضل يخلينا ما نقدر نروح وياك يا الحاج على هالحالة اي والله مولاتي زينب سيدتي يا حال مشيتي ما نقدر نروح وياك يا الحاج على هالحالة ونشوف حسين عد من ودع عياله اسولف لك يا هالحاجي لما كنت بالكوفة وابوي على الخلق سلطان بيامه المعروف من يجبل علينا العيد تحب الوايد مجفوفه يقلوا لنسانة تريد تعيد زينب بهالعيد تحب منها الجدام والإيد منك نطلب الرخصة تعايدها تعايدها وترد لينا لينا وابوي الفحل ما يقبل يخليهم يعيدني تعلموا يا شباب يا مؤمنين الغيرة من علي علينا أن نحافظ على الأعراب وخصوص بنات شارعنا بناتنا أخواتنا نسانا كون من أهل البيت نتعلم حقيقة هالشكل إخواني هاي ثمرة العزاء وهاي ثمرة المجالس شوفوا أمير المؤمنين الغيور البنات الصغار ما كان يقبل يجني عيدا زينب لكن شوف الزمان السوى آي آي أبوي الفحل ما يقبل يخليني عيدني خاف الزلم يحجن من يرحن يشوفني عقب ذاك الخدر والعز يسمعن عالهزل وني يا حاد الموت أشوالي ولا تتفرج الحالي شقلها توقف قبالي وتنشدني عن العباس وعن ذاك الخدر وين اي انا على الهزل زينب واخوتي على الثرى نوم بين القطعه وجفوفه وبين السلفه وهدومه او حاج الوج ما انصاف مربينا على الحومه او
وشفت الجثث بعيوني شفتهم وانخطف لوني صحت يا ناس خلوني اظل ويا اخوتي والقوم عيا وما يخلوني. الله يرحمك حاج معين السباك. الله أكبر. راه تنزل مولادي تودع أخوانه ما قبله والحادي نذل. صحت يا حسرة الحسرة عقب الخدار والحشمة علي الناس ملتمية وينشدوني عن الوليان واسكت من ينشدوني. الليلة ختام سيدتي مولاتي أم البنين مولاتي يا أم العباس ننخاش وأنتي أم النخوة وأم الوفاء سيدتي مولاتي هالليلة بهالمكان تعزية ختام بس ما نريدها نريدها تدوم علينا وعلى هالمؤمنين يا سيدتي وتبقى هاي الحسرة واللوعة عليكم على كل أحبابي هاي مولاتي تقص على ذاك الحادي تقول له بعد ذاك العز وبعد ذاك نعم ذيك الهيبة وإذا أنا يطيفون بي ويجيبوني للكوفة وإذا بالناس تسأل وين أبو فاضل وين الحسين ها الله هاي مولاتي أدخلوها الكوفة يا أخواني على كل أنه يجي هذا الإنسان الطيب ويصورنا هالحالة مولاتي تقول سلام الله عليها ولن الوادمين يشدون وين أبو فاضل وين الحسين صحت يا هضمة الهضمة عقب الخدر والحشمة علي الناس ملتمة وينشدوني عن الوليان واسكت من ينشدوني راح الخدر والوليان راحوا يا العلي الذليت بعد والمجلس الطاغي أروح بهاي ما ظنيت حقي يا بني هاشم اعتب على العدل والميت ما عين مخدرة تدرون اذل يا اهلي الشيم ترضون لو ان عن حمايل يتنشدون يا اهلي الشرف والغيرة بالديوان تلقون قالت بدينا يا احنا اللي قبل آدم بدينا وجدنا الشرف والعالم بدينا شلون حبال تشدد بدينا شلون احنا ونطب ديوان ومية شلون احنا ونطب ديوان يا هاين والله العظيم يا أخواني وحق من جمعنا وياكم أنا أقرأ وقلبي هناك يمه سلام الله عليه وأذكر ذيك الليالي وذيك الأيام وساعة بالتسعة يقلقون الحرم ويطفون الأضوية والله يرزقكم إن شاء الله زيارته يا زينب هاي زينب تون والعبرة بصدرها بالمصايب والحزن خلص عمرها لا تزال بأبي هي وأمي بغربتها وبوحدتها أي زينب الغريبة اللي لبست ثوب الأحزان في السادسة من عمرها فقدت جدها رسول الله وما هي إلا أيام وإذ ترى أمها الزهراء تتلوأ بين الباب والحائط دارت السنين وإذ ترى علي سلام الله عليه مخضب بدم رأسه سنين قلائل وإذ ترى الحسن يتقيأ كبده هذا كله بمرأة وبمسمع من زينب بأبيه وأمي على كل ابتلعتها المصائب يا مؤمنين قذفتها على تل كربلاء
وإذا بزينب تقف على ذاك التل وتنادي: أخي حسين، إن كنت حي أدركنا، وإن كنت ميت أمرنا وأمرك إلى الله. وبعد تلك المصيبة أخذوها أسيرة أسيرة وجاءوا بها إلى الكوفة، وأخذوها من الكوفة إلى الشام يحدوا بها الأعداء. أسرد أقرأ فرد بيت هنا وبعدين أروح هناك للشام نقرأ: يا أبا عبد الله، يا سيدي ويا مولاي، عينك علينا يا ابن الزهراء. هاي مولاتي زينب لما أدخلوها إلى الكوفة وشافت ذاك الناس قايلت شضين يا حايد النوق ذل النوق شضين الجسم قلبي على الخوان يا أخوي شضين نشدنك على العباس شتضي النساء يوم بعد ينشد علي. أخذوها بأبي هي وأمي يحدوا بها الأعداء من بلد إلى بلد ومن خراب إلى خراب. وصلت الشام مسبي عساين، لا وصلت الشام النساء ويا الزليم طلعت تتفرج على ليتام جمع ظلام والنسوان تتراجف من الظلام. خويا خويا ولا واحد من اخوتنا حضر ويشوف حالتنا يا اهل الشيم يا الوليان وقفتنا بالديوان تاذيكم وتاذينا. ابكوا على زينب سلام الله عليها، ابكوا على الحسين. هاي الدمعة اللي تنفعنا يا أخواني، هاي الدمعة اللي مقبولة عند الزهراء وعند أهل البيت حقيقة. جاءوا بهم إلى الشام وعلن يزيد الطاغية عيد، وقلقوا الأسواق وعلقوا الزينة. أكو فج صبي صغير اسمه حسين بالشام، أمه هم هاشمية، هذا جاي على عادته كل يوم يا خدام الحسين ويا أحباب الزهراء، جاي للكتاب للدرس. وإذ يجد ذاك المكان مقلوق، أطفال الأطفال أقران سألوه قال له: حسين، اليوم يوم عيد، لما لا تلبس ثيابك الجديدة؟ قال: أي عيد هذا؟ قال: يا حسين، اليوم يؤتى برأس الخارجي وعيال سبايا، فامضي إلى أمك والبس ثيابك الجديدة وتعال معنا لنحتفل. وفعلا راح هذا الصبي الصغير الأمة وهو يقول: أمه، أين ثيابي الجديدة والملابس؟ الويش يما قالها يقولون عيد، يما ما عدنا عيد بهالأيام، هاي أيام صفر. قال: لا أعرف، الزينة علقت والمحلات عطلت ويقولون عيد، وأرى الناس في فرح وسرور، فألبسته ثياب جديدة. وقلت لي: يما روح شوف الخبر وتعال رد لي الأخبار، أشوف الدنيا منكسرة، أشوف الدنيا حزينة، هاي مو أيام أيام عيد. على كل الدير بين أمه وبين ذاك الصبي هالمحاورة، تقول له: روح يما جيب لي الأخبار. حسين: يما ش عندك تنده من بعيد، ياهو اللي يقول لك هالوقت يا ابني وقت عيد؟ قالها: خوارج ثايرة والنصر اللي يزيد، والشام جابوا روسهم ويا الضعينة. قالت: ارجع وعاين شكلهم، واخذ الخبر يا نور عين من طفلهم وعن دينهم يا ابني ومدينتهم
اسألهم واعرف يا يما اسم الزعيم الذابحين. ردي وقاف الجادة ولاحت له الروس ذيك الأقمار تنور تخجل من هالشموس والحرام مجتوفة والحرام مجتوفة وعني المحبوس وكل من يشوف يذوب قلبه من ونينة عين يسيرة تلوذ بيها كل يتيمة. هاي أهي هاي مولات أم الأحزان تلوذ بيها كل يتيمة عين يسيرة تلوذ بيها كل يتيمة وقال ظل الضعن هذه زعيمة قالها يا مس بيا مصيبتك كلفة وعظيمة شنهي ديانتكم بلدكم يا مدينة قالت اسلام وارض طيبة وطنة قالها يا مسبي المدينة بلا يدهن خوالي خوالي بالمدينة قالها يا مسبي المدينة بلايد أهنى أنشدك إن كان خالي تعرفين سادة موالين سألها تعرفين أبو السجاد وتعرفين عباس تعرفين الأكبر والنشام لترفعين راس تعرفين محمد خالي وفي الباس تعرفين زينب بنت بضعة الهاد نبينا إذا أنت من المدينة أنا سألتش عن أخوالي شو اسمك تقيل يا عزيزي وامك مني يقلها أنا أمي هاشمية واسمي حسين وانا خوالي بيت ابو طالب الطيبين قالت انشاين ابن الهاشمية جناب امك فوق الارماح العالية يا ابني جواب يا يغك بعد مولاتي قالت واللي ناصبين اقبال راس خاله يا يغك الله اكبر قال هذا راس الحسين قالت له راس الحسين قالها وهاي العائله قالت له وهاي عيال حسين كلها هالمكاتيف هاي المجدوفات بنات الحسين واخواته وناسة حرملة من تركض النوق النوق ويطيع بالبنايت بزحمة السوق ويلا
ويلا اما يا اخوان الزهايب اللي يحجون عني وسليت المصايب ما سلني والله مصايب عسيان الدهني نزلن على عيوني وعملني الله يا زين. أنا قاري لكم ومكرر هالكلمات ودائما أقولها ومو غريب عليكم وحقية مولاتي أنا ما أجي المجلس وأقول هالشكل أقرأ أبد. مولاتي زينة التعزية باسمكم مولاتي أم البنين أريد أقرأ عليكم ويخلون الشكل كون الصير وإلا فلا. وأنا قلت لمولاتي أم البنين تعزية أريد نقرأ مولاتي شنو نقرأ كأنما تريد هالشكل أقرأ. أي والله أنا أخو أعتقد بهاي وإن شاء الله أنتم تعتقدون. على كل أحبابي وجاءوا بهم وأوقفوهم على باب ذاك القصر المشؤوم صلبوهم 3 ساعات والشمس تستلي على رؤوسهم. هسه أنا مو ورد أبين وكذا ورد بتشيك لا والله المصيبة أعظم وأعظم وأعظم. وإذا بالإمام سلام الله عليه ينادي يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله إذا رآنا بهذا الحال. أدخلوهم وأعظم ما يشجو الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. وتدري هذا مجلس ومنتصرين ويزيد هيا لعنه الله هيا المستهزئين والمطبلين والمغنئين وهيا هاي الناس ولكن مولاتي زينب قلبتها سلام الله عليها وأبكت العيون. الإمام زين العابدين حول ذاك المجلس إلى تعزية. كلام الإمام سلام الله عليه حول ذاك المجلس إلى بكاء لما خطب بأبي هو وأمي وعرف الناس من الظالم ومن المظلوم وعرى يزيد بما يدعي وعرف الناس من هو خصوص لما قال أيها الناس أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن فاطمة الزهراء. لك سيدي ومولاي حقك إذا تفتخر أنت من هاي الشجرة الطيبة. عرفوا الناس فقالوا الناس أيها السيد أنت ابن الحسن أم ابن الحسين؟ أنا سمعت رواية أن الإمام نزل من المنبر وجاء إلى ذاك الصندوق الذي وضع به رأس الحسين وقال أيها الناس أنا ابن المرمل بالدماء أنا ابن المذبوح من القفايا أنا ابن من رحل من العراق إلى الشام يسبغ أنا ابن العزين الذبيح وإذا بمولاي زينب تنادي إلي يا ابن أخي قالت لمني أين لمني أين أبو فايض لجيب وراوي حائل اخت الغريبة أنا مني أين أبو فايض لجعدة ورتب جفوف فوق زلدة وخبر علي صار وسدة أخويا
طوينا ويعرضونا وحدة وحدة ومن شافني كثر النشدة يا ابو فايض اللي يسبني ولا واحد يرد. امر يزيد امر ان ينزلوهم بخرابة ان ينزلوهم بتلك الخرابة لأن خاف اللعين أن تنقلب عليه الناس وأنزلوهم بتلك الخرابة. وهاي الخرابة ملاصقة للقصر. حسان البارحة قريت لك أول ليلة الشام بس السادة قالوا قرأنا بعد هذول أولاد الزهراء وأنا أقرأ لكم وخادمكم وأسأل من الله بحق الحسين أن يعودكم يا أخوان وأن يثبتنا وإياكم على هذه الخدمة وإلا وحقك نخاف من أنفسنا على أنفسنا وإلا شعال شوفنا. أنا قريت لبيتين صرت أتكبر على الوادم كتبت لبيتين شعر تكبرت على الوادم أنا شنو قيمتي شنو قيمتي لولا الحسين ولولا مجالس سيد الشهداء وهذه الدمعة وهذا الاجتماع وحقك أنا وغيري ما نسوى أن نعيش حوافي شبك هسه الناس هم تحترمنا وتقدرنا وأهلا وسهلا ومندخل نسوي صلوات. أنا ما قبلت على سيد محسن شنو أنا أدخل يسوي صلوات أبد والله ما أقبل وحق الحسين. فإحنا نعيش ببركات أنفاسكم بركات التعزية الدمعة. دير بالك فرد يوم تصير بداخلك قطرة غرور أو تكبر أو أنفة ترى العندك مو إلك العندك ما لا تلحسي نجيبه طينا أحنا. هذا واحد يقرأ على سيد الشهداء ينقل لي حاج أبو أياد الله ذكره بالخير هذا يكتب شعر ذاك اليوم دز لي بيت أبو ذيه والله هدمني حسان فاتني أذكره لك بس ذكرته. اتصل علي قال كأني أشوف مولاتي زينة بس نعود للكلام. قلت له شلون عمي هو رجال شيء بهيبة الله يحفظه بجاه الحسين والله عنده كلمة حلوة يقول بس هذا اني يفيدنا ملاتني كلني يروح هذا رصيدني. قلت له شلون عمي قال مولاتي تقول بدت عندي صوركم مثل خيال او عقب عباس من الشوف اشوف غبار اقول ان ذاك خيال محمد يمكن يدور علي. هذا ينقل لي يقول سيد يقرأ بغداد بهاي زمان بهايامنا يعني مو كذا سنة لا سنة سنتين أقل أكثر جاي بطريق رجال شايب معترضة سيدنا فضل قرأنا تعزية على الحسين قال له ما أقدر قال له مجلس الزهرة وكذا يقول بحق ادخل أروح. يقول ادخلت أنا هم البيت الحجي يقول بالمباشر جابني للهول دخلني يعني ما أخذني الديوانية على قولتنا دار الاستقبال الضيافة. يقول له والله يقول هم صاح عدى عجوز جابت يقول استكاين شاي صاح لزوجة بنته وأطفال يقول أنا قاعد مدنك تأخر الوقت. قلت له يلا حجي خل نروح للمجلس نروح نقرأ. قال لي عمي سيد ما عندنا مجلس احنا هنا مجلسنا أنا والعجوز وهاي مرت ابني وليدي وعدنا أطفال وأنا قرأنا على الزهرة. يقول أنا بداخلي قلت خل أقرأ شلون ما كان وبس أطلع هسه هذا جاي ابن المجلس بينا فرين ثلاثة أنا عدالي سماعة والإعلان وخبصة وما أقرأ اللي سووا الإعلان. يقول قرأت شلون ما كان طلعت. تقول ثاني يوم الصبح ندق علي الباب الفجر وإذا شيخ فلان بهالكلمة صخم الله وجهك فلان. قلت له عجيب على شنو صخم الله وجهي. قال له والله أنا البارحة ما أدري بيك أنت ويا مكان بس أنا البارحة شفت سيدتي ومولاتي فاطمة قاعدة بمجلس وبعدين جت زعلانة اسألت خير مولاتي. قالت لي سيد فلان يقعد بالمجلس وأنا قاعدة ويقرأ من ورا خشمة ما يبتشيني ما يحترمني. قل له أنا ما راضي عليك. يقول هل بهالكلمة قال لي صخم الله وجهك. الله يصخم وجهي إذا فرد يوم أتخاذل أن كسر كذا. دير بالك اللي عندك مو مالاتك مالات أبو علي. وبعدين إحنا المحتاجينه
احنا اللي واقفين على بابك، على بابك سيد يا ابا عبد الله، منك ما اريد ثواب ولا داعيك على اجره. انشدك بعد شمعة اشور ابكي ويمك الزهرة، احنا هذا البواكي شنو يخلق بينا ملاتي سيدنا، غير كون يخلق عدنا الروح، يخلق عدنا غيرة ومؤثرة وحب الناس، ولا هاي الدموع تصير كذب ما بيها حظ. هاي الدمعة على الحسين كون تخلق عدنا كل شيء يا اخوان، معروف تواضع، نتنازل، حب الناس، وإلا وحقك كون نعيد حسابات ويا سيد الشهداء يا أبا عبد الله. فديروا بالكم أخواني، أنا أخوكم الصغير وألتمسكم وأوصيكم أول ما أوصي روحي من بعد. يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء، فأنزلوهم بخرابة. هاي الخرابة شلون؟ الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: أنزلونا بخراب لا تقي لا من حر ولا من برد ولا من شمس. تبين سقف ما بيها، باب ما بيها، فراش ما بيها، وهذن بنات الزهراء مدللات، لو هب الهوى ورف طرف صيوان، تزعل على الهوى وتختاض خواني، خلاني زمان شلون خلاني. على كل أحبابي أسان أقرأ ويجي ببالي، بس ما كل شيء أريد أذكره إليك. الإمام الصادق سلام الله عليه يسوي تعزية يا أخواني، يجيب بناته أخواته نسائه، يسوي فت حاجز قطعة قماش، ويجوا له هذول خدام الحسين أبو هارون المكفوف وغيره وسعيد، ويجون شعراء، يقول له اقرأ لي على جدي الحسين. دخل علي أبو هارون صباح عيد الفطر، يقول جيت أرد أسلم على الإمام، يقول دخلت وإذا بالإمام يستقبلني أهلا وسهلا حياك الله، جئت بوقتك. هاي كلمة الإمام، بوقتك جئت، والله خوش جاي، خير مولاي. وإذا بالإمام يقول: هل عندك أبيات تقولها بجدي الحسين؟ أبو هارون بعد عقليته وين؟ قال له: مولاي وما المناسبة؟ شنو مناسبة نقرأ لك على الحسين؟ وإذا بالإمام يقول أبو هارون: وهل يحتاج ذكر جدي الحسين إلى مناسبة؟ لأن صرنا هالأيام حقيقة نعير، فأنت ما لك غرض، خلي عينك بعينهم وروح. قلت سيدي يوم عيد يوم سلام، وإذا بالإمام يقول أبو هارون: ليس العيد لمن فرش البساط، وإنما العيد لمن عبر الصراط، وليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن نجا يوم الوعيد. أبو هارون يفرح هذا الورى بعيدهم، ونحن أعيادنا مآتمنا أهل البيت. أقرأ لي على جدي الحسين، يقول أريد أقرأ. وإذا بالإمام قام جاب ربطة سوداء ضربها بيني وبين العائلة، وإذا بالإمام ينادي: يا بنات فاطمة، يا بنات علي، هل ممن للبكاء على جدي الحسين؟ مولاي شنو هذا بيه البكاء؟ ما نعرف شيخلق من روح، ما نعرف أبد والله. يقول جن العلويات تراقض، وقبل ما أقرأ سمعتني ندبن الحسين: وأجداه وحسيناه وأضيعتاه بعدك يا أبا عبد الله. يقول وقعدن العلويات وقريت أمرر على جدث الحسين: وقل لأعظمه الزكية: يا أعظم لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية. وابكي، شلون ابكي على الحسين؟ كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المني. سيد طفع الضواك، مثل الحرمة اللي عدها ولد واحد وباني آمالها يا سادة يا موالين على هالولد، وإذا هالولد فجأة يموت قدامه، فجأة يغرق، فجأة يروح. شلون يصير بواكيها على وليدها هالشكل؟ يقول كون نبكي على الإمام، يقول أغمي على الإمام سلام الله عليه من كثر البكاء. يقول وسمعت بنات الزهراء يندبن الحسين ويلطمن على الوجوه. يقول لما أفاق الإمام، أنا يقول خلصت قصيدتي، الإمام قال انشد بيتا آخر. قلت سيدي يعني فرقت، خلصت قصيدتي؟ قال لا انشد بيتا آخر. يقول فصحت: يا مريم قوم اندبي مولاك
وعلى الحسين فأسعدي ببكائك. يقول والله سمعت صبية صغيرة من بنات الإمام صيح واجدة وحسينا، سكتت وإذا بالإمام يقول أبو هارون قلت بلى سيدي، قال ماتت بنتي مريم. شوف التعزير، شوف الدمعة شو سووا بها. شباب استريحوا شوي، الله يبارك فيكم، اعطونا درب هالشكل، كون نعيش هاي اللحظات وإلا الروح. فهذا البكاء هالشكل يخلق يا أخواني، وهم بعد أهل البكاء وأهل اللوعة. وإذا بمولاتي مريم ماتت، ماتت لما سمعت بذكر الحسين. وقلت لك احنا نريد نختم تعزيتنا بالخراب، زين إذا سمعت ناعي وماتت شو تقولون أخواني باللي شافت رأس أبوها بطشت؟ ها مريم كتلها ناعي، ناعي صاح مريم قوم الجبي مولاك وعلى الحسين فاسعدي ببكاك. ماتت، ماتت سمعت ناعي نعه جوها يسكتوها ابكي الشي ما رضوها، جابوا راس ابوها. الله اكبر. هي قاعدة ذاك الليل صاحت بابا حسين مولاتي، قلت لها عمي، قلت لها عمي اريد ابوي، توك انا عندي واجلسني بحضره مساح على راسي، غاب عني يا عمي نريد ابوي. عمي وين ابوك؟ عمي تو عندي. وصل الصوت قال الامر هين، خذوا اليها راس الحسين. ايوه حسينا يا هلا بخطارنا الطوال غيابه، يا هلا بخطارنا الطوال غياب، بويا بويا بجيتك ضويت الخراب. لما وكل الايتام بخرابه قالوا اتنا وصوت من الخرابه رقيا صيح بابا، رقيا صيح بابا وسادتها التراب. شلون نومت مولاتي ذاك اليوم؟ جاها يسكتوها بكل شي ما رضوها، جابوا راس ابوها ابطشت والدم خضابه، رقي يصيح بابا 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 ويا لحضنك خذني وداو جروح اذني يا بويا وشوف متني يا بويا اثر كم صوت صابه، بويا يا بويا يا بويا كم طقه على طقه اثر كم صوت تلقاه يا بويا متون زرقا يا بويا. آه يا يا
يا ابو. ومن عظم الرزيق الشافتها رقيه وافتها العلي وبقى صوت الخرابه دفنتها مولاتي وهي اوضعان يرجعون واذا بمولاتي تفتقد سكينه سلام الله عليها. اجت للنساء ليلى رباب رمله ام كلثوم بعد سكينه ما موجوده نريد نروح نريد نمشي. واذا بمولاتي نزلت ورجعت الى الخراب. هسه الظعن متهيئ يريد يشيل الظعن يريد يمشي. واذا بمولاتي سكينه منحنيه على قبر رخي اختها عزيزتها بنت ابوها بنت ابوها يا اختراح الروح. الله يا رقي يا اختراح نرجع يا اختي خلص الاسر رايحين لابونا. وشالتها مولاتي زينب يلا سكينة راجعين. واخذتها وعينها على قبر اختي واجت مولاتي وقلت للحادي ليل نهار امشي بينا مشتاقين للحسين. يا اخوي راح نوصل ليك ها باكر عقب باكر ومن السفر يا ابن ام شوف باختك الصغر. ابو علي اخويا جبنا الدرب ليل نهار حتى نقصر الايام وعلى ظهور الهزل بالليل ياخذنا التعب والنام. ابو علي بينه بينا من الكوف جروح بس الشام يا الشام دق الطبول رمي حجار واحنا جفوفنا الساتر يا اخوي. اريد اقرا بيت والاخر واسالك الدعاء حتى تستعدون ان شاء الله للعزاء. اي مولاتي نزلت العيال والاطفال هسه كل واحد وإلى نظرة من خدام الحسين نزلت الأيتام قالت لهم عمي ها عمي عمي ذاك قبر أبوكم الحسين وأنت عمي قالت أنا وراكم جاي. عجيب الويش مولاتي ليش عمي قال عمي روحوا قدامي. وإجوا أطفال الحسين أيتام الحسين يتراكضون لأبوهم ومولاتي وراهم الصيح يا خوية ابو علي بجلاده من نشدني يزيد رديت ولا طخيت راسي ولي انا اختك يا ابو علي رديت انا بتال الظعن يا حسين وريتامك بتال الظعن يا حسين رديت خجلت يا ما جبت بيدي رقي خجلانه يا اخوي. واجت وانحنت على قبر الحسين تقل لا ماينا ماينا لعيالك يا ابو الامة يا اخوي اماينا يا واحدهم فقد عقبك اماينا ماينا جيت وجبت يا ابن امي اماينا ثوب الجانة تتلبس رقية يا اخوي يا ثوب جانت تلبسه يا رقي يا نازل يا نبي كربلاء هل عندكم. سيدنا من رخصك فرد دقيقة خاف الأخوة يقولون أنت ذكرت مولاتي زينب رجعت سلام الله عليها وانحنت على قبر الحسين وبعدين من خلصت عزاها وين راحت؟ سادتنا قالت للنساء والاطفال قوما قوما يا الفواطم امشنه لعند اللي تكفن من اهلنا نريد يقوم ويردنا الوطن مثل ما جابنا وبينا تكفل
زينب والحرام كله التعنن لشاطل على القم وعلى القبر قعدن ومثل ونة الثكلة يونن وحمام النوح من عدن تعلم. قلت له أبقى يمك يوم يومين ثلاثة وأرجع، بس سيفك اللي إجا بحمايتي يرجع وياي. تقول ويول يا أبو فاضل يا خويا ورايا ورايا شلون أمشي لالي وأترك وراي شفيل وما شفت شارح ورايا هميات زمن صارم هيهات ورايا ترفرف بيد أبو فاضل علي يا خويا.